حامد وأنا قررنا نرجع النبيلة بنت أخو صلاح فلوسها كلها. هي ليها قد إيه بالظبط عندكم؟ الحقيقة جوزي كان أخذ من أخو صلاح الله يرحمه من 26 سنة، أخذ منه مبلغ 200,000 جنيه. بسيطة يا فندم، أعتقد مبلغ قد ده يعني ولا حاجة تقريبا. يمكن اليومين دول يبقى بسيط، لكن زمان كان مبلغ كبير قوي. المهم لما أخذ من أخوه ال 200,000 جنيه حط مبلغ قدهم بالظبط، وابتدى تجارته واشتغل لمدة 26 سنة. طبعا زي ما أنت شايف التجارة ازدهرت ووصلت للي أنت شايفه دلوقتي. حضرتك عايزة تقولي إن ال 200,000 جنيه اللي حامد بيه أخذهم من أخوه يعتبروا يعني نص راس مال الشركة؟ بالظبط كده. أديك فهمتني؟ والله مش بالظبط برضه يا فندم. أفهمك. المهم إن حامد وأنا قررنا إن إحنا نعمل حسبة بسيطة كده. حسبنا ال 200,000 جنيه خلال 26 سنة جابوا أرباح قد إيه؟ جمعنا الأرباح على الأصل وضفنا عليهم مبلغ ممكن تقول عليه طردية، ممكن تقول عليه تعويض عن أيام الفقر والاحتياج اللي البنت عاشتهم نتيجة إن عمها كان واخد فلوسها. المهم نصيبها طلع 8 مليون جنيه. كام يا فندم؟ 8 مليون جنيه؟ قرية رشيد هانم، أعتقد المبلغ ده كبير جدا. مش كبير ولا حاجة. أنا عارفة إنك أنت بتخاف على مصلحة جوزي وإنك أنت بتحبه قوي، لكن لو فعلا بتحبه يا ريت تساعده على إنه يطهر نفسه من ذنوبه قبل ما يدخل ويعمل العملية. أنا تحت أمركم، إيه المطلوب مني بالظبط؟ بص، حامد ما شافش عمره نبيلة. آخر أخبار وصلتنا عنها أيام وفاة المرحومة والدتها، كانت في اسكندرية. جاي السكون دلوقتي في اسكندرية، وجاي السكون في حتة تانية. عايزينك تدور عليها، ولما تلاقيها هاتها، ولما تجيبها هتاخد فلوسها كلها على دير المنديم. ربنا يعمل فيه الخير إن شاء الله. صباح الخير يا ريس. اهلا يا خالد. جيني قالت لي انك مسافر. ايوه يا سيدي، سفريه كده طلعت في البخت. مسافر فين؟ اسكندريه. طب تحب اسافر بدلك؟ السفريه دي بالذات ما ينفعش. طب اجي معاك. لا خليك انت، عايزك تاجلي قضيه محمود غسان وما تاخدش فيها اي اجراء. استاذ باسم. ايوه دينا. سواء حامد بيه زهره واقف تحت ومستني حضرتك. حاضر انا جاي. زي ما بقول لك كده، ما تاخدش اي اجراء تاني غير لما تقول لي، فاهم؟ عيني يا ريس. يا ابو البوله اللي مصحيكي بدري. بسم الله الرحمن الرحيم. نهارك اسود يا نبيله، بتلمي هدومك وهتتفشي يا بنت. هي دي اخرتها يا نبيله، هي دي اخرتها يا بنت. بس يا مجنونه، بس يا مجنونه. وقومي حضري هدومك يلا عشان نطلع على مصر. يا دي مصر وسنين مصر يا بنت، حرام عليكي. واحنا عارفين نعيش هنا في اسكندريه لما تقولي لي مصر. فلوسي في مصر يا فاطمه ولازم ادور عليها. يا دي فلوسك وسنين فلوسك يا بت، يا بت احنا مش قد مصر واللي هيحصل لنا فيها. يعني هيحصل لنا ايه اكتر من اللي حصل لنا هنا؟ ماشي، انت تعرفي عنوان عمك دوت اللي هتروحي تسالي عليه؟ هسال لغايه ما اوصله. والنبي ايه، هتسالي 15 مليون على عمك؟ وبعدين عشان ننزل مصر لازم يبقى معانا فلوس كويسه. يا ستي هبيع الخاتم اللي حيلتي. لا مش هتبيعي الخاتم، لانه مش هيكفينا بيات ولو ليله واحده بس في لوكاندا نص نجمه. حتى هو انت ربنا خلقك عشان تكسري مقاديفي؟ لا يا نبيله، انا عايزه اقويها يا حبيبتي. خلينا نشتغل الاول ونعمل قرشين كويسين وبعدين نبقى نسافر. اوعي تقولي لي نرجع الملجا. قطعه حفيظه وسنينها. يبقى ناويه ترجعي لفاروق العزبي يا فاطمه؟ لا عزبي ولا عدويه. احنا يا بنت معروض علينا نشتغل جرسونات وناخد 200 جنيه في الشهر، ده غير يا بنت التبس اللي هيطلع لنا كل يوم. حصلت جرسونات يا فاطمه؟ ومالك خايفه كده ليه؟ دي كافيتيريا شليطه، البلد كلها بتحلف بسمعتها. شليطه؟ ايه شليطه دي؟ يعني عمري ما سمعت عنها يعني قبل كده. شفتي؟ مش قلت لك كافيتيريا محترمه؟
هو ده العنوان؟ هو ده نفس العنوان اللي في الورقة يا استاذ بلاش. بس انا بصراحة مش هقدر اخش بالعربية جوه. طيب استنى لي انت هنا وهات بقى العنوان ده. مش طبعا. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام يا ابني. عليكم السلام. نبيله صلاح زهره. عنوان الملجأ اللي كانت فيه نبيله. روح يا ابني ربنا يوفقك.